بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ومن خلال مناقشة جدول أعمال مجلس الوزراء الذي عقد اليوم، كان هناك مواضيع خاصة بوزارة التعليم العالي متمشية مع هذا التوجه الذي أشار إليه دولة رئيس مجلس الوزراء، وهو الاهتمام بدعم القطاعات المختلفة للدولة وخصوصا القطاع الخاص في الاستثمار في مجالات التعليم. فكان هناك جامعة أهلية، مشروع قرار السيد رئيس الجمهورية لإنشاء جامعة أهلية وهي جامعة بنها الأهلية، أيضا جامعة خاصة باسم جامعة المصرية بالعالمين، وهناك أيضا إضافة بعض الكليات بجامعتين خاصيتين بجامعة المصرية الصينية وجامعة الدلتا بجمصة. في هذا السياق نستطيع أن نرصد خلال الأعوام الثمانية الماضية كم من الدعم في مجالات التعليم العالي خاصة في الجامعات الحكومية. بدأنا في 2014-2015 ب 23 جامعة، النهاردة عندنا 27 جامعة حكومية مجانية تقريبا في كل محافظات الجمهورية، وتم إضافة جامعة في العريش وجامعة في مطروح وجامعة في الوادي الجديد وجامعة في الأقصر، وفي الطريق إن شاء الله جامعة تمثل محافظة البحر الأحمر في بورديس، وأيضا جامعة تمثل محافظة جنوب سيناء في مدينة البحر الأحمر في الغردقة، وجنوب سيناء في مدينة بورديس. مش بس كده الحقيقة، يعني كم المشاريع القومية التي تمت من خلال الموازنات المخصصة لوزارة التعليم والبحث العلمي كانت شاهد على حجم الميزانيات التي تم دفعها في هذا المجال، خاصة في مجال الجامعات الحكومية. ونقدر نقول ان احنا بدأنا في سنة 20 بموازنة حوالي 47 مليار جنيه، وصلنا في 22-23 الى 85.7 مليار جنيه، وده يدل على حجم الزيادة اللي تصل الى حوالي 82% في الموازنات. حجم المشاريع ايضا داخل الجامعات سواء الحكومية او الاهلية او التكنولوجية او الخاصة، تم دفع ما يقرب من 902 مشروع في كافة المجالات التعليمية بتكلفة تقديرية تصل الى 179 مليار ونص جنيه في خلال هذه. مشاريع علاجية، مشاريع طلابية، مشاريع بحثية، مشاريع من انشاءات، وده يدل ايضا على التوسع في مجالات المختلفة. لو رحنا للجامعات الحكومية هنلاقي ان عدد الكليات في الجامعات الحكومية زاد من 392 كلية الى 516 كلية في فترة السنوات القليلة الماضية، كما زادت عدد البرامج داخل الجامعات الحكومية من 118 برنامج الى 389 برنامج. مش بس كده، احنا في ظل التوجه ودعم الجامعات الخاصة والأهلية كنا 26 جامعة، النهاردة اصبحنا 40 جامعة خاصة وأهلية. ده معناه ان احنا بندعم بشكل كبير جدا القطاع الخاص، ومن خلال دعم القطاع الخاص احنا بننتهي من دراسة ديموغرافية ودراسة جغرافية ودراسة اقتصادية علشان نقدر نتقدم بيها لكل المستثمرين في هذا القطاع، ان احنا نقول لهم ما هي قطع الارض المتوفرة في المحافظات طبقا لخطة الدولة وطبقا لاحتياجات الاقليم. عندما تم تقسيم الاقاليم الجمهورية علشان يبقى فيه بعض البرامج الدراسية التي تتماشى مع الاحتياجات الاقليم، وان شاء الله ده هيطرح في خلال فترة قريبة حتى يتاح للقطاع الخاص أن يدعم أكثر من في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. في نفس السياق، الجامعات الخاصة التي زادت عددها من 26 إلى 40 جامعة خاصة وأهلية، زاد عدد كلياتها تقريبا تضاعف من حوالي 132 كلية إلى أكثر من 315 كلية. أيضا أضفنا لمنظومة التعليم الحكومي والتعليم التكنولوجي منظومة الجامعات التكنولوجية، وهي منظومة مستحدثة كانت لها علاقة بقطاع الصناعة والتنمية، وخصوصا إذا كانت بتنشأ في أماكن المتعلقة بالمناطق الصناعية. وبالفعل هناك ثلاث جامعات تكنولوجية بدأوا العمل منذ سنتين، وفي الطريق ست جامعات تكنولوجية سيتم إضافتها في المرحلة القادمة حتى يتاح لنا أن نتوسع في هذا النوع من أنواع التعليم الذي يعنى بشكل كبير بالتطبيقات العملية للطالب وتأهيله لاحتياجات سوق العمل الحقيقية قبل البدء في حياته العملية من خلال دراساته في الكلية. وهذا والبرامج المقدمة من خلال الجامعات التكنولوجية هي برامج تتماشى مع
القطاعات الصناعية المختلفة مثل قطاع الإنتاج في مجال البترول والغاز، في مجال الأجهزة التعويضية، في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ومجالات أخرى كثيرة ستضاف من خلال 6 جامعات تكنولوجية سيدخلون الخدمة إن شاء الله في خلال العام الدراسي القادم، ومكانهم مرتبط بمدينة برج العرب، ببهبية الحجارة في الغربية، بمنصورة في مدينة المنصورة، وأيضا في طيبة في الأقصر، وفي أسيوط الجديدة، وفي شرق بورسعيد، وفي شرق الإسماعيلية. وتتبع هذه البرامج الكليات في نطاق المحافظات المختلفة. أيضا تم الاهتمام بعدد الجامعات الدولية التي تم إضافتها لمنظومة التعليم العالي خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، ونمتلك الآن ما يقرب من 6 جامعات دولية أو 6 مؤسسات تستضيف 6 جامعات دولية مرموقة في العاصمة الإدارية الجديدة، وده بيقلل بشكل كبير من اغتراب الطلاب المصريين في الخارج، ويساعد على استقطاب طلاب وافدين للدراسة في مصر في جامعات تمنح شهادات من الجامعة الأم. في هذا السياق أيضا تم تطوير البحث العلمي في الجامعات المقدم من الجامعات، وتطوير منظومة ترتيب الجامعات المصرية في الجهات المؤسسات العالمية. وأشادت بعض المؤسسات زي تايمز هاير إديوكيشن وشانغهاي وكيو اس وما شابه ذلك بزيادة عدد الأبحاث المنشورة في الدوريات العالمية التي زادت يمكن من حوالي 15 إلى 20 ألف بحث وإلى 38 ألف بحث في المجلات ذات السمعة المرموقة عالميا. وأيضا هناك زيادة في عدد المستشفيات الجامعية من 89 مستشفى في 2014 وصلنا إلى 120 مستشفى جامعي تستطيع أن يجرى من خلالها علاجات لأكثر من 70 مليون مواطن في الجراحات المتقدمة. إذن هناك يعني تميز، وهناك زيادة في عدد الجامعات التي دخلت في التصنيفات العالمية. يمكن في 2015 كان لا يوجد دخول للجامعات المصرية بالتمثيل العالمي، ولكن أصبحنا الآن ما يقرب من 23 جامعة في التايمز هاير إديوكيشن من الجامعات المصنفة. حتى على مستوى البرامج، هناك بعض البرامج في القطاع الصحي والقطاع الهندسي والحاسبات والمعلومات والعلوم الصيدلية قدرنا أن احنا نصل بها إلى ترتيبات تصل إلى من 150 ل 200 على مستوى العالم. أنا هنا أقصد من ضمن آلاف من الكليات الموجودة على مستوى العالم طبقا للتخصص أو طبقا للبرامج. إذن جودة التعليم لا تقل أهمية عن التوسع في المنشآت التعليمية. وحاليا أيضا في مؤشرات المعرفة، مؤشر المعرفة العالمي أو مؤشر الخاص بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، هناك تحسين وتحسن تدريجي في المؤشرات العالمية، وإن كان يدل على الاهتمام القيادة السياسية والحكومة بدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل كبير. تطور في مؤشر المعرفة العالمي، تطور في المؤشرات الدولية الخاصة بربط البحث العلمي بقطاعات الصناعة. إذا تطرقنا إلى المشروع القومي الخاص بالجامعات الأهلية الجديد، أيضا هناك الجامعة المصرية اليابانية في برج العرب التي تم تطويرها وتم افتتاح الجزئي من خلال الفترة القليلة الماضية، وهو صرح في مدينة برج العرب، وأيضا جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مجموعة من الجامعات الدولية الجديدة على سبيل المثال جامعة العالمين بمدينة العالمين، جامعة المنصورة الجديدة العالمية، جامعة الجلالة في جبل الجلالة، وجامعة سلمان في مقرتها في شرم الشيخ وفي راس سدر، وأيضا في مدينة الطور بشرم الشيخ. هذه إضافة جديدة بمجتمعات عمرانية جديدة تحتاج إلى منصات تعليمية حتى يتم تطوير بشكل كبير في هذا المجال. أيضا البرامج التي تقدم من خلال هذه الجامعات هي برامج متطورة جدا تحاكى التطور العالمي في احتياجات سوق العمل، حتى نستطيع أن نخرج أجيال تستطيع أنها تنافس ليس فقط في أسواق العمل المحلية ولكن أيضا الإقليمية والعالمية من خلال البرامج المقدمة، ومن خلال أيضا الشهادات التي تتاح والتوأمة التي تجرى من خلال جامعات دولية عالمية في هذا السياق. هذه مشاريع عملاقة
تطرقت إليها الدولة المصرية برصد ميزانيات ضخمة جدا لهذا العمل، يقينا من القيادة السياسية بأهمية بناء الإنسان من خلال الاهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي. في هذا السياق أيضا هناك ما يقرب من 11 جامعة أهلية يتم الانتهاء منها في خلال هذا العام الدراسي، وتدخل مع تقديم خدمات تعليمية في كافة المحافظات، في المنوفية، في بنها، في أسيوط، في مدينة العبور، في مدينة الزقازيق، أو في محافظة الشرقية، في مدينة العاشر من رمضان، في شرق بورسعيد وشرق الإسماعيلية، يعني معظم محافظات الجمهورية بنعمل فيها جامعات أهلية جديدة تستطيع أنها تقدم تعليم وبرامج دراسية ترقى بتطلعات المجتمع المصري. في نهاية الكلمة يعني لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير على دعم اللامحدود من القيادة السياسية متمثلة في سيادة الرئيس والحكومة المصرية بكامل الدعم بالموازنات التي يحتاجها هذه المشاريع الضخمة التي لا تقف عند حد الإنشاءات المتميزة، ولكن أيضا تحتاج إلى رعاية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقائمين على هذا العمل، لأن عماد التقدم ليس فقط من المنشآت ولكن أيضا من التطوير في الإنسان أو التطوير في مقدم الخدمات التعليمية. تتطرق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى خطة تصل إلى سنة 2052، إذن إحنا نخطط لأكثر من 30 سنة قادمة حتى نستطيع أن نسبق كل التحديات الموجودة على سوق العمل وعلى المستوى الدولي. أشكركم، وإن شاء الله يكون هناك توسع بشكل كبير جدا في تقديم كل ما يتمناه المواطن المصري. شكراً.